من المحراب نشدو في حديث جميل ماتع عذب المعاني، فتنشرح النفوس بطيب ذكر ويحدون الحنين إلى الجنان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ففي سورة هود بعدما تكلم الله عن عدد من الأمم المكذبة وكيف كان هلاكهم، ختم الله جل وعلا السورة بتوجيهات مهمة، ومنها التوجيه الذي يجيب على السؤال الذي يتكرر كثيرا: إذا كثر الفساد كيف ننجو؟ كيف نضمن لأنفسنا نحن النجاة؟ قال جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. لاحظ أنه تكلم عن من ينهون عن الفساد، يعني ربما الفساد موجود، ربما ما استطاعوا أن يزيلونه، لكنهم لم يرضوا عنه ونهوا وحاولوا أن يغيروا بقدر المستطاع وبالحسنى والموعظة الحسنة. هذا طريق النجاة، أن تنهى. قال جل وعلا: ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أنجينا منهم هؤلاء الذين نجوا، الباقين حق عليهم العذاب والعياذ بالله. فالسبيل للنجاة أن يحاول الإنسان تغيير المنكرات وأن يزيل ما يغضب الله جل وعلا. ولاحظ أنه قال ينهون عن الفساد في الأرض، ما قال يزيلون الفساد، لأن أحيانا قد يكون الأمر خارج عن تصرفك وسلطانك، فإذا لم يزل لست مسؤولا عنه. إذا أديت ما عليك، عليك أن تنكر، وليس عليك أن يزول المنكر، واجبك الإنكار لا أن يزول المنكر. إن كان هذا المنكر في سلطانك وتستطيع أن تزيله فيجب عليك أن تزيله، وإلا فعليك الإنكار بالقلب وباللسان وبالحسنى والموعظة الحسنة. قال جل وعلا: فلولا كان من القرون، يعني هل لا كان من هؤلاء من ينكر هؤلاء المنكرات، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. من الذي نجا من هؤلاء الأمم المكذبة؟ الأنبياء ومن تبعهم من المؤمنين، والباقون كلهم هلكوا. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ثم قال جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي أن الهلاك سببه الفساد والإفساد، أما محاولة الإصلاح والعمل عليه فهو سبب للنجاة. بعد ذلك قال جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، حتى لا يقلق الإنسان ويضجر ويقنط من هذا الأمر. إذا تذكر الإنسان أن الله جل وعلا خلقنا ليبتلينا وليبتلي بعضنا ببعض، ليبتلي المؤمن بالكافر والتقي بالعاصي، ليبتلينا. قال جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وأراد أن يجعلهم كل مؤمن بجعلهم، لكنه جعل هذا الاختلاف ليبتلينا. فتوجد منكرات في الدنيا حتى يعرف الله جل وعلا من الذي ينكر، كما أن توجد مشاق ومكاره ومصاعب، فمن الذي يصبر على هذه الأمور؟ ولا الله جل وعلا لو أراد لجعل الناس كلهم مؤمنون به، وما كان في شيء اسمه دعوة إلى الله ولا في نهي عن المنكرات، ولكن الله جل وعلا يريد منا هذه العبادات. قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين، يعني لن يزال الناس مختلفون، هذه سنة الله في الوجود. وهذا ليس أمرا بالاختلاف، ليس أمرا بأن يختلف الناس، ولكن حتى يعرف الإنسان طبيعة هذا الكون. في سورة يوسف يقول الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني أنت واجبك أن تدعو إلى الله، ولكن اعلم أن مهما فعلت فإن أكثر الناس سيبقون على الكفر، ومع ذلك عليك أن تدعو إلى الله ولا تيأس. أحيانا الإنسان إذا نهى عن بعض المنكرات ولدعا إلى خير ولم يجد استجابة يأس وترك العمل الذي هو عليه، مع أنه خير وأجر. ولذلك الله جل وعلا يرشدنا إلى هذه المعاني حتى نعرف أنه لا يلزم أن يتغير المنكر ليكتب لك الأجر، بل إن هذه طبيعة الكون، أن يوجد اختلاف وأنه يوجد كفار، ومهما عملت وبذلت فسيبقى هناك كفار يشركون بالله جل وعلا. الواجب عليك أن تحاول التغيير بقدر المستطاع، ولست مسؤولا عن غيرك.
وإلا الله جل وعلا لو أراد لجعلهم كلهم مسلمون. ثم لكنه قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني من سنة البشر الاختلاف، هذه من سنة الله جل وعلا في الكون أن يكون فيه اختلاف. إلا من رحم ربك، فالذين رحمهم الله جل وعلا لا يختلفون بل يتفقون، ولا يتفقون فقط بل يتفقون على الحق والهدى والرشاد. وهنا تنبيه، كثير من الناس يستدل بقوله تعالى ولا يزالون مختلفين للإقرار بوجود الاختلاف، ويعني حتى يتقبل الإنسان الاختلاف، وهذا لا شك أنه صحيح، يعني لا يمكن أن يعني كل الناس يتفقون على أمر واحد، بل حتى في المذاهب الفقهية يختلف العلماء في ذلك. ولكن يغفل الناس أحيانا عن قوله تعالى إلا من رحم ربك، فلا يزالون مختلفين للإقرار بسنة الاختلاف إلا من رحم ربك، ليعلمنا الله جل وعلا أن الاتفاق هو الخير هو الرحمة. إلا من رحم ربك فهؤلاء يتفقون ولا يختلفون. ثم قال جل وعلا ولذلك خلقهم، فلا تيأس من وجود الكفر والباطل والعصيان في هذا الكون، لأن الله جل وعلا خلقنا ليبتلينا وليرى من هو العاصي ومن هو المؤمن التقي. ولذلك خلقهم يعني لهذا الابتلاء والاختبار، ليعرف من الذي ينال، من الذي يستحق جنته ومن الذي يستحق عذابه. ثم قال جل وعلا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني كما يقال أحيانا نسمع يقولون النار تبي حطب، جهنم تبي حطب، الله جل وعلا خلق النار وسيدخلها قوم يوم القيامة، فلا يمكن أن يتوقع الإنسان أن الناس كلهم سيسلمون ويهتدون، بل سيبقى هناك كفار خلق الله جل وعلا النار لأجلهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم ختم الله السورة بهذا الكلام، قال وكل نقص عليك أي محمد، نقص عليك من أنباء هؤلاء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذا علم الإنسان عرف هذه القصص ازداد ثباتا على هذا الدين. ولذلك ينبغي الإنسان ألا يقنط من قلة السالكين لهذا الطريق، ولو كان وحده، ولو كان وحده، فإنك إذا كنت وحدك على الطريق فأنت معك شعيب وهود ونوح عليهم السلام وإبراهيم وغيرهم. فإذا تذكر الإنسان هذه النماذج عرف أنه ليس بوحده، ليس وحده. قال جل وعلا ما نثبت به فؤادك، لتعلم أنك سائر على نهج هؤلاء الأنبياء والمرسلين، ولتعلم أنك على الحق وهم على باطل، وليزداد الإنسان ثباتا إذا عرف عاقبة الكفار. فبعد ما يعرف عاقبة قوم شعيب لما كذبوا به، وقوم نوح الطوفان الذي جاءهم وغير ذلك، يطمئن قلبه أن عذاب الله جل وعلا بالمكذبين آت، وأن هؤلاء الذين يكذبونه وينطال بهم الزمان فإن عذاب الله جل وعلا آت لهم لا محالة. قال جل وعلا وجاءك في هذه الحق، أي في هذه السورة الحق الذي يهديك فيما اختلف الناس فيه، وموعظة وذكرى للمؤمنين، موعظة لمن كذب وابتعد عن دين الله جل وعلا، وذكرى للمؤمنين، يعني حتى من آمن بالله جل وعلا وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحتاج للذكرى والتذكر. نسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا كنوز كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقف الوفاء أتانا بصفائه حيانا، وأنار فينا دربنا والسعد قد وافانا. وقف الوفاء فيه العلا، أنفق وجد بربانا.